المتلكئة وتأخر إنجازها وإيجاد الحلول المناسبة لها. أبرز محاور زيارة وزير الإسكان بن كينريغاني لمحافظة ميسان. المشاريع الخدمية المتلكئة في محافظة ميسان محطة لوزير الإعمار والإسكان بن كينريغاني الذي وعد باستئناف العمل بها قريبا وتخصيص الأموال لها. التقاطع حتما سيؤدي إلى تلكؤ المشاريع وتأخر إنجازها. الوزارة تنفذ عدد من المشاريع اللي توقفت جزء منها بسبب سوء الإدارة والآخر بسبب مشاكل التمويل، والآن سنعيد الحياة أو ننهي هذه المشاريع جميعها، ولا يمكن القبول بوجود مشروع متوقف خلال المرحلة القادمة. أنا ما أريد أكرر ما شاء الله ذاكرة السيد المحافظ ممتازة ومتابع ممتاز، واستعرض جميع المشاريع اللي أو المشاكل والتحديات اللي موجودة بالمحافظة. الوعد لأبناء المحافظة أنه راح نتعاون نحن كوزارة والسيد المحافظ على تجاوز كل هذه السلبيات. 10 مشاريع أو أكثر في جوانب محطات التصفية والمجاري والطرق تتطلع محافظة ميسان لسرعة إنجازها بعد وعود أطلقتها الوزارة بتذليل جميع العقبات أمام إنجازها على غرار مشاريع أنجزت سابقا. فلذلك إعادة الحياة إلى هذه المشاريع هي ليست فورية، وإنما العمل بدأ حول هذا الموضوع، وأنا أقول لكم خلال 2 أو 3 شهور أقصى حد ما راح تشوفون مشروع من مشاريع الحالية المتوقفة إلا وقد أعيد الحياة لها، إما من خلال نفس المقاول وإما بعد تسوية الأمور مع المقاول وإحالته إلى مقاول آخر. في محافظة ميسان كثير من المشاكل والتحديات والاحتياجات تم عرضها على معالي الوزير في الاجتماع المشترك، وهذه التي ترتبط بعدد من المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة، كذلك أنه هناك مشاريع أخرى ذات أولوية بإمكان أنه باعتبار أنه بحسب الضوابط والتعليمات والقوانين هي من صلاحية الوزارة، وكذلك أنه هناك مشاكل واحتياجات إدارية وقانونية فنية تم عرضها خلال هذا الاجتماع. بصراحة أنه شكرنا وتقديرنا للأخ معالي الوزير والوفد المرافق له على الاستجابة السريعة وعلى التفهم وعلى التعاون الكبير الذي أبدوه لمحافظة ميسان والموافقة على أكثر بل كل المتطلبات والطلبات لمحافظة ميسان. وتعزو محافظة ميسان تلكؤ المشاريع الاستراتيجية لقلة التخصيصات وعدم التزام الشركات بجداول إنجازها بذريعة التخصيصات المالية، وتتخوف المحافظة من اندثار بعضها إذا لم تلتزم الوزارة بوعودها تجاه تمويل تلك المشاريع. العراقية MN شذى السوداني ميسان.